مدرس المسرح وإمبراطور الدراما وعملاق السينما. عاش 50 عام من الإبداع والتميز، قدم خلالها 270 عملاً فنياً، تألق في أعماله المتنوعة، واشتهر بالجدية والهدوء وقوة الشخصية وعذوبة الصوت. ورغم إنه فارقنا، هيفضل رمز خالد لهويتنا المصرية، وهيفضل موجود معانا بشخصيته اللي بتسكن القلب وأدائه التمثيلي الفذ المتسم بالعمق والأستاذية، الفنان الكبير محمود ياسين. لماذا أعود الآن لكتابة قصة حب؟ هل للحب رواية أخيرة؟ تفرق إيه لو نكمل حياتنا زي ما احنا عايشين؟ إيه غير إيه من حبنا لو خليناه في السر؟ فكرت المركز اللي وصلت له يا مولانا. والله لبستني جلابيت العيب يا شيخ إبراهيم. النهارده هفتح باب هيدخل منه أعلى الريح. ممكن يواجهها الإنسان في حياته. أنت اتكتب عليك تكون كبير. أنا خلاص موت يا منصور. وجاء نصر الله والفتح، وخشعت مكة تنتظر القصاص العادل، لكن نبي الرحمة قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الأستاذ محمود ياسين الحاضر الغائب، ويتسلم تكريم ونجله عمرو محمود ياسين.